نحن البشر نحب أن نبسط الأشياء المعقدة من حولنا من خلال تصنيفها. بإمكانكم التخيل أنه ليس هناك شيء أكثر وضوحا للتصنيف من الأشياء الحية من حولنا ومن كل الحياة التي تحيط بنا. ما أريد بدء حديثي به هو كيف يتم تصنيف الحياة من حولنا، وهذا في كثير من الأحيان بشكل عام يشار إليه بعلم التصنيف classification. ولكن السؤال الأكثر هو عندما تبدأ بملاحظة التشابه بين بعض الكائنات الحية، ترى بوضوح أن هذا الكائن يتشابه مع كائنات تشبهه بالشكل والمظهر. أكثر من الأعشاب أو الأشجار التي خلفه، فنبدأ بالقول لعلنا نضع هذا الكائن الذي هنا في مجموعة مع ما يشابهه في نفس الصفات، وهذا هو الأساس في التصنيف، هو أن نضع هذه الحيوانات فيما نسميه نوع species، نوع. مثال هذا حيوان، ولكن نحن نرى حيوانات أخرى تشبهه، فنقول أن كلهم مصنفين تحت نوع الأسود، وهذا حيوان آخر يشبهه ولكنه مخطط، وهناك حيوانات أخرى قد تكون أسمن، أطول، أنحف، أغمق أو أفتح، ومع ذلك نقول أنها تشبه بعضها لدرجة يمكن أن نطلق عليها جميعا مسمى نمور تايجرز. أيضا نسميهم جميعا حيوانات بالرغم من عدم التشابه، وقد يكون أكبر قليلا، أنحف، أسمن، أفتح أو أغمق. مثال آخر، أي شيء يشبه هذا المخلوق نسميه حمارا، دونكي، ونسمي ما يشبه هذا الحيوان حصانا، هورس. وقد تشعر أن هذه طريقة مباشرة جدا، كل شيء يشبه الأسد يعتبر من الأسود، وأي شيء يشبه النمر يعتبر من النمور، ولكن هذه الطريقة ليست التعريف الكافي للتصنيف الأشياء التي تشبه بعضها البعض بالشكل أو الحركة، لأن ما سنراه هو أن هناك بعض الحيوانات تكون مختلفة جدا من ناحية الشكل وطريقة الحركة، ولكنهم مع ذلك مرتبطين ارتباطا وثيقا. إذا سوف نتكلم عن ماذا يعني مرتبطين ارتباطا وثيقا، وبعد ذلك يمكننا رؤية بعض الحيوانات تشبه بعضها من ناحية الهيئة والسلوك، على سبيل المثال الخفافيش والطيور، ولكنهم في الحقيقة لا يوجد بينهم رابط، لذا نحن نحتاج إلى تعريف أدق للتصنيف. أكثر من مجرد أشياء تشبه بعضها بالشكل أو التصرف. إذن التعريف النموذجي للتصنيف هو حيوانات، هو الحيوانات التي تستطيع أن تتكاثر عندما نقول يتكاثر حرفيا تعني أنهم يستطيعون إنتاج نسل أو ذرية مع بعضهم البعض. هذا النسل يتكاثر أيضا، وذلك يعني أن النسل قادر أن ينتج مزيد من الأفراد. وإنه ليس عقيم، بإمكانه التكاثر مع الحيوانات الأخرى وإنتاج المزيد من الذرية. على سبيل المثال هذا الحيوان هو أسد، ستجد الأسد واللبؤة طوال الوقت قادرين على إنتاج النسل، وهذه الذرية قادرة على الالتقاء بسود أو لبؤات، وبعد ذلك سيكون باستطاعتهم التكاثر والإنجاب. إذن يبدو أن ذلك ناجح مع الأسود، الشيء نفسه أيضا مع النمور. إذن إذا كان لدينا أسد وأنثى النمر، فإنهم باستطاعتهم التكاثر أيضا. وبإمكانهم إنتاج سلالة، سلالتهم التي أنتجت أصبحت مشهورة من قبل نابليون، وهو كان معجبا بها. فهذه الحيوانات رائعة، سلالتهم تسمى لايجر، وعندما يتناسل أسد مع أنثى النمر ينتج لايجر، وهذا الحيوان هو عبارة عن هجين من الأسد والنمر، وهم حيوانات رائعة أكبر من الأسود والنمور،
وهم أكبر القطط التي نعرفها، ولكن هذا اللايجر لا يمكن أن يشار إليه كنوع منفصل، أو لا يمكنك القول بأن هذه الأسود والنمور من نفس النوع، لأنه بالرغم من أنهم قادرين على تهجين أو على إنجاب نسل، ولكن هذا النسل غير قادر على إنتاج سلالة. بشكل عام اللايجر لا يمكنه الإنجاب، وبشكل عام هذه المجموعة لن تقوم بإنتاج سلالة قادرة على الإنجاب، لذلك نحن نقول أن الأسود والنمور من أنواع مختلفة، ولا يمكننا أن نعتبر اللايجر هو نوع مستقل على الإطلاق، ولكن يمكننا أن ننظر إليه على أنه هجين. والآن الشيء نفسه صحيح، فيمكن أنك قد تسأل نفسك: حسنا، هذا الأسد ذكر وهذه النمر أنثى، ماذا لو فعلنا ذلك بطريقة معاكسة؟ ماذا لو كان لدينا لبؤة وذكر نمر؟ في هذه الحالة يمكن أن تنتج حيوان يدعى تايجلون، وهذا يعتبر هجين مختلف وله خصائص مختلفة عن اللايجر. بنفس الطريقة إذا كان لدينا ذكر حمار، الحمار والحمير هم بلا شك من نوع مستقل، لأنه إذا أعطيتني ذكر الحمار وأنثى الحمار هم قادرين على إعادة الإنتاج وإنتاج حمار آخر. هذا الحمار قادر على التزاوج مع حمير آخرين، لذا ليس فقط هذا الحمار قادر على التهجين مع حمار آخر، ولكن إنتاجهم للحمار الصغير هو سيكون قادر على البقاء والتزاوج مع حمير أخرى. نفس الشيء مع الأحصنة، فهم قادرين على الإنجاب وإنتاج سلالة جديدة، ولكن إذا كان لدينا ذكر حمار وفرس سيكون قادرين على التناسل وإنتاج مخلوق يسمى البغل. ولكن مرة أخرى مثل اللايجر، البغال غير قادرة على التكاثر، البغال لا يمكنها إنتاج سلالة على المدى البعيد، وهم غير قادرين على الإنجاب مع بعضهم البعض. وبالرغم من أن الحمير والأحصنة قادرة على الإنجاب وإنتاج البغال، فسلالتهم تعتبر غير منتجة، ويمكن اعتبار البغال مثل اللايجر والتايجلون، ويمكن اعتبارهم أيضا هجين. إذا جميعهم هجائن بشكل عام. بشكل عام في عالم التهجين يستخدم عندما يكون لدينا شيئين من نوعين مختلفين الذين بطريقة ما يكونا معا ويكونان مجموعة. مرة أخرى كما هو الحال مع التايجلون، قد يكون لدي أنثى الحمار وذكر الحصان، وفي ذلك الحين سينتج شيء يسمى الهيني، وهو أيضا غير شائع كالبغال، فالناس تفضل استخدام البغال، فهم في الحقيقة حيوانات جيدة جدا للعمل، لأنهم يمتلكون الخصائص الجيدة التي لدى الأحصنة والحمير. فالهني أقل انتشارا، ولكن مرة أخرى هي ممكنة ويمتلكون خصائص غير البغال. وأنا أريد أن أؤكد هذه الفكرة، لأنه عندما نبدأ نحن نوعا ما نحاول توضيح ذلك، كيف يمكننا تصنيف الأشياء ونقول حسنا أن ربما الأشياء التي تشبه بعضها البعض تكون من نفس النوع، ولكن أريد أن أريك أنه ربما الأشياء التي لها قدرة على الإنجاب، سأريك حالة مثالية جدا وهي في الحقيقة حولنا طوال الوقت، ويمكن أن تنتج سلالة قادرة على الإنجاب، ومجرد أنها لا تشبه بعضها البعض ولا تتحرك بنفس الطريقة. وأفضل مثال لذلك هو الكلب، كما قلت هذا مثال نموذجي للأصناف، لأن الكلاب، وأحضرت بعض النماذج لسلالات مختلفة من الكلاب، كما نرى أشكالهم جدا مختلفة، فهذا واضح جدا.
انظر إلى وجه الاختلاف بينهم. على سبيل المثال، هذا تشيواوا صغير هنا، وهذا الكلب أكبر حجما، وهنا نرى أن أشكالهم وأحجامهم مختلفة بالطريقة، وحركتهم جدا مختلفة أكثر من ربما من الطريقة التي قد يتصرف بها هذا الحمار وهذا البغل أو هذا النمر أو هذا الأسد. فهم يبدون مختلفين في الحجم، ولكن هذين الكلبين في الحقيقة سيكونان قادرين على التناسل بالرغم من الصعوبات. ولكن لنفترض أنهم تغلبوا على هذه الصعوبات، فهم قادرين على إنتاج النسل، وهذا النسل قادر على إنتاج نسل آخر. ونفس الشيء مع هذين الكلبين هنا، هذا بسبب اختلاف السلالات هذا، وهذا في حقيقة ناتج عن أفعال البشر لإنتاج سلالة لها صفات محددة وخاصة، بالرغم من أنهم لهم شكل وطريقة حركة مختلفة. وبسبب قدرتهم على التهجين وإنتاج نسل ولود، بإمكاننا اعتبارهم من صنف واحد.